ما زالت للأسف أعمال القصف الإسرائيلي مستمرة في قطاع غزة، وما زالت قوات الاحتلال بترتكب مجازر وحروب إبادة جماعية ضد المدنيين العزل، وما زالت أيضا بتستهدف المستشفيات في مناطق شمال ووسط هذا القطاع. كل هذا التصعيد بيأتي وبيتزامن مع تصعيد أيضا مماثل في الضفة الغربية عبر سلسلة جديدة من الاقتحامات اللي خلفت أيضا عدد كبير من الشهداء والجرحى. صحيح، يعني خلينا نروح نتعرف مع حضراتكم على تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة، أيضا مخاطر تصعيد الحرب في غزة مع الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير أستاذ جمانة، صباح الخير أستاذ مصطفى. صباح الخير عليك. الحقيقة أنه منحنى شديد الخطورة بتمر به القضية الفلسطينية، وتصعيد متزايد وأيضا تباين في ردود الأفعال إن كانت الأمريكية أو حتى الغربية. خليني بداية كده أتكلم مع حضرتك عن الوضع في قطاع غزة الآن. لو هندي موجة سريعة أو شرح لمشاهدينا الوضع في قطاع غزة، المشهد في قطاع غزة دلوقتي. طبعا يعني بكلمة واحدة، الوضع مأساوي. الأمر الثاني، ما يحدث الآن هو أنه بعد انهيار الهدنة يوم الجمعة الماضية، عادت إسرائيل إلى استخدام سياسة الأرض المحروق أشد فتكا وأشد عنفا. طبعا حكومة نتنياهو بتحاول كسب الوقت أو في معركة مع الوقت لتحقيق أي انتصار عسكري على الأرض تقدمه للداخل الإسرائيلي. هي فشلت بعد أكثر من 52 يوما في تحقيق أهدافها الثلاثة المعلنة: القضاء على حماس عسكريا، تحرير الرهائن، ويعني منع غزة أن تكون تهديدا لإسرائيل. لم تحقق أي هدف، والهدف الوحيد الذي حققته جزئيا هو تحرير الرهائن من خلال المفاوضات ومن خلال الهدنة. لكنها طبعا الآن عادت مرة أخرى وسحبت وفودها من المفاوضات، وبدأت تراهن على الجانب العسكري، الضغط العسكري للحصول على أكبر مكاسب في أي صفقة ممكن تحدث في المستقبل. هي بتعتقد أن سياسة الأرض المحروقة تحديدا في جنوب قطاع غزة، هي انتهت طبعا من الشمال، يعني تقريبا سيطرت على جزء منه، ويعني تقريبا يعني نصف الشمال الآن مهدم، أقل 80% من الشمال مسوى بالأرض. الآن هي في الوسط وفي الجنوب، في منطقة تحديدا خان يونس وفي منطقة جنوب غزة، وهي تعتقد إسرائيل أن قادة حماس وأن الرهائن موجودون في خان يونس، ولذلك تعتمد الآن على استراتيجية الحصار وفتح الثغرات في خان يونس وأرض المحروقة وتقسيم غزة لمربعات سكنية، أكثر من 2400 مربع سكني، ثم تقوم يعني تحذير المواطنين الإخلاء، وبعده يتم هدمه تماما كل ما فوق الأرض وتنتقل. وبالتالي هناك الآن، هل ده منطقي أصلا تقسيم البلوكات دي زي ما حضرتك قلت؟ هل ده منطقي أصلا؟ هي منطقة صغيرة جدا ومكتظة جدا بالسكان، خاصة بعد نزوح حوالي 1 مليون مواطن من الشمال. طبعا إسرائيل بتفعل يعني بدون أي ضوابط ودون أي حدود لأي شيء، يعني لا قواعد حرب ولا قواعد قانون ولا قواعد إنسانية. وبالتالي عندما نتكلم، هي تريد تجزئة قطاع غزة، هي لا تستطيع الدخول بشكل مباشر إلى كل القطاع. هي تدرك جيدا أن أي توغل بري سيكلفها الكثير. هي بتعتمد على فكرة الأرض المحروقة، ما يسمى الأحزمة الحرارية، هدم البيوت على ساكنيها. لو شكت فقط أن مجرد عنصر موجود مسلح في أحد المربعات السكنية أو في أحد العمارات تقوم بهدم ودك هذا الحي بكامله بما فيه المدنيين. يعني امس كان هناك تصريح غريب لمستشار رئيس الوزراء الاسرائيلي في السي ان ان الامريكيه، يقول مقابل حماس ماذا، ليس هناك مشكله اذا قتل مدنيين فلسطينيين، وكان يعني الدم الفلسطيني هذا يعني ليس له اي قيمه واي اعتبار. وبالتالي اسرائيل طبعا تدوس على كل القواعد، على كل القانون. هي الان تحاول التركيز على فكره الوسط وجنوب القطاع، محاولة تحقيق أي انتصار، هي تحاول تصل لقادة حماس، يعني اغتيال قادة على الأقل. وبالتالي هي في مشكلة الآن مع مرور الوقت، لكن أنا في اعتقادي أن يعني كما كانت في تجربة الشمال قبل الهدنة فشلت في تحرير الرهائن أو في القضاء على المقاومة، لأن كذا أعتقد ستواجه الفشل أيضا في الجنوب. لماذا؟ لأن إسرائيل بطبعتها هي تعتمد قواتها الأساسية على فكرة الأرض المحروقة، القصف الجوي والصواريخ برا وبحرا، لكن ليس لديها خبرة في التوغل البري. التوغل البري يعني احتكاك مباشر المقاومة أحيانا الفلسطينية مسافة صفر، يعني أحدثت خسائر أكثر من 400 جندي إسرائيل حتى الآن يعني قبل الهدنة. وبالتالي هم أي جندي يسقط أو أي سقوط خسائر بيكلف بشكل ضغط هذه الحكومة والتمام بالفشل. صحيح. ولذلك الآن تقوم على فكرة الهدم وفكرة دفع الفلسطينيين نحو يعني غرب يونس ونحو محافظة رفح. صحيح. طيب يعني القادة العسكريين عندهم نظرية دايما بيقولوها أن من السهل جدا أن تبدأ حرب، ولكن من الصعب جدا أن تنهيها.
الولايات المتحدة الأمريكية دخلت أفغانستان وقعدت فيها فوق 20 سنة ولم تستطع القضاء على حركة طالبان، غرست قدماها في وحلة وفي مستنقع لم تستطع أن تخرج منه على الإطلاق. إلى أي مدى يمكن أن يتطبق هذا الأمر مع قطاع غزة؟ يعني بالطبع بينطبق بشكل 100%. لماذا؟ أولا إسرائيل دولة احتلال، وطالما هناك احتلال لابد أن يكون هناك مقاومة، وهذه مقاومة مشروعة بالقانون، لا يمكن أبدا لسياسة القوة أن تقضي على المقاومة، ده هذا تجربة التاريخ. الأمر الثاني حروب المدن حروب مفتوحة، حروب طويلة، يعني من الصعب لأن غزة هناك طبعا تحت الأرض أنفاق كثيرة في كثير من غزة، هناك تحصن فيها، وإسرائيل خبرتها كل حروبها حروب خاطفة، حروب جوية، قصف، احتزاز ضربات خاطفة، سياسة الأرض المحروقة، الحزمة النارية، لكن الحروب البرية الطويلة إسرائيل لم تختبر غير قادرة عليه. لماذا؟ أولا هناك تكلفة بشرية عالية، يعني معظم من يقاتلون في الجيش الإسرائيلي الآن جزء كبير منهم من الاحتياط، هم لم يعني يختبروا من يعني كانوا ومن موظفين كمان. وموظفين يعني لا يختبروا، وبالتالي القوى العاملة عدد قليل، وبالتالي أما في المقاومة الفلسطينية لديها هدفين، النصر أو الشهادة، ولديه القدرة على يعني هو يستشهد من سبيل القضية، وبالتالي الحروب البرية لإسرائيل ستكون صعبة جدا ومكلفة. الأمر الثاني التكلفة الاقتصادية، تكلفة عالية جدا، الإسرائيل يعني تقريبا خسرت حتى 50 مليار دولار، يتخسر بمعدل يوميا ربع مليار دولار، طبعا الخسائر المباشرة من الأسلحة وكذا، هناك خسائر في السياحة، في الاقتصاد، في الاستثمارات. إسرائيل الآن دولة معسكرة تماما، وبالتالي التكلفة أيضا بتكلف إسرائيل. صحيح أن أمريكا تمول إسرائيل عسكريا، لكن هناك حدود لهذا التمويل، إلى أي متى ستستمر؟ وبالتالي كلما طال الوقت وفشلت إسرائيل كلما زادت التكلفة. وأنا في توقعي أن إسرائيل ستفشل في تحقيق هدفها، لأن أولا من ناحية أخلاقية وعدلية الفلسطينيين هم معهم معاق الحق، هم العدالة والشرعية، حتى لو تم اغتيال قيادات أو القضاء على فصائل ستظهر مقاومة مرة أخرى، هذه ليست المدخل لتحقيق الأمن الإسرائيلي، هو يسير في الاتجاه الخطأ. الاتجاه الصح كما دائما تقول مصر أن الذي سيحقق الأمن الإسرائيلي والمواطن الإسرائيلي ويضمن تعايش طبيعي في المنطقة وازدهار هو السلام العادل والشامل. يعطي الفلسطينيين حكومة المشروع دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية حدود 67، هذا الذي يحقق الأمن والاستدامة في الاستقرار. أما عن سياسة الأمر الواقع حتى لو انتصر جولة في النهاية ستستمر دوامة الصراع. خمس جولات لم يتعلم الإسرائيليين أو الأمريكان الدرس من هذا الأمر. ماذا يعني إسرائيل لمن؟ ماذا بعد أن تقتل يعني الآن 16,000 أكثر من 16,000 شهيد فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، مشاهد لم نراها حتى منذ الحرب العالمية الثانية أو حتى في الحرب العالمية الثانية، مشاهد دامية يعني حتى بقى تحرك الضمير، حتى يعني أي إنسان عاقل وسوي لابد أن يتأثر. 50,000 مصاب، نصف مباني غزة تم تهدمها، مانع الكهرباء والدواء والغذاء، أي شرف وأي انتصار عسكري يمكن أن يكون على جثث الأطفال الصغار. وبالتالي إسرائيل خسرت استراتيجيا، خسرت أخلاقيا، خسرت إعلاميا، أصبحت دولة منبوذة، كانت تقدم سردية للعالم في العقود الماضية أنها الدولة المتحضرة المتقدمة واستغابة من الأشرار كما تقول. الآن العالم يشاهد بالصوت والصورة ماذا يحدث للأطفال الصغار، الأطفال الخجل، وبالتالي هنا بدأت إسرائيل فعلا هي الخسر. حتى لو حققت بعض الانتصارات العسكرية، حتى لو دمرت غزة، حتى لو قتلت يعني عشرات الألاف، في النهاية هي الخسر. أولا لن تقضي على المقاومة الفلسطينية لأن الشعب الفلسطيني لديه حقوق مشروعة، طالما استمر الاحتلال ستستمر المقاومة. وبالتالي هنا دائما هي الفكرة المقاربة المصرية، هل المقاربة العسكرية وسياسة الأمر الواقع ويعني وتدمير غزة ويعني إشعال الحراك في الضفة ويعني أكثر من 300 شهيد فلسطين في الضفة حتى لم 7 من أكتوبر واعتقالات وهدم البيوت وتجريفها يعني وتدمير بنية أساسية، هل هذا سيحقق الأمن الإسرائيلي؟ المشكلة الآن أن هناك حكومة متطرفة في إسرائيل هي تقود المنطقة الهوية، هي حتى تقود إسرائيل إلى الجحيم، يعني هي لم تتعلم الدرس. كل دروس التاريخ تقول أن أي احتلال وأن حروب المدن والحروب البرية لا يمكن أن تقضي، في أفغانستان، في العراق، في كل تجارب التاريخ هم لم يتعلموا من الدرس. وبالتالي الآن هناك مقاربات مصرية، مقاربة عربية، فكرة الحل الشامل، يعني إزالة هذا الصراع من جذور. يعني آن الأوان كما قال الرئيس السيسي 27,000 فلسطيني دفعوا شهيد من على مقدار الجولات الصراع الماضية حتى الآن. وبالتالي هذه الحكومة المتطرفة وكان متوقع لها منذ تولد في نوفمبر الماضي السلطة في إسرائيل سموتريتش وبن غفير، وهذا الخطاب الاستئصالي والخطاب العنصري ولا يوجد ما يسمى الشعب الفلسطيني. نتنياهو حتى الأمس يتعهد أمام الكنيسة الإسرائيلية وأمام حزب أنه لن تكون دولة فلسطينية. طب لماذا يعني ما يعني يصر في السير في هذا الاتجاه؟ وبالتالي سنظل في هذه الدوامة من العنف والعنف المضاد، وسنظل يدفع ثمنه الأبرياء والمدنيين. وبالتالي هنا التحرك المصري، التحرك المصري ببساطة الدرس المستخلص من هذا الدمار وهذه التجربة وهذا الصراع وهذه المواجهة، فكرة معالج المرض وليس العرض. المرض ماذا؟ مرض إنهاء الاحتلال،
وقف العدوان على الشعب الفلسطيني واعتبار فلسطين حكومه مشروعه، افق التصويه السياسيه. لانه طالما استمر الاحتلال، طالما استمر العدوان، طالما استمر غياب افق التصويه، نظل في هذه الدوام وستدفع المنطقه كل الثمن. وايضا الجانب الامريكي الذي ينادي الحزل الاسرائيلي والخطاب الامريكي على فكره، يعني احيانا الناس تتساءل لماذا اسرائيل تتحدى المجتمع الدولي وتقوم بهذه الجرائم ورغم هذه يعني غير اخلاقيه، لماذا؟ لان هناك اسرائيل لا يهمها فقط الا الجانب الامريكي، لا تعير اي اهتمام لاي اطراف اوروبيه ولا مجتمع دولي ولا قرارات الا الجانب الامريكي. الموقف الامريكي ملتبس، هو من ناحيه يقول انه مع اسرائيل ومع دافعها واستمرار العمليه العسكريه والقضاء على تحقيق الاهداف والقضاء على حماس وغيرها، ومن ناحيه اخرى يحاول يلطف الصوره بالحديث عن الجانب الانساني، فكره ادخال المساعدات الانسانيه، حمايه المدنيين. يعني هو الان يتكلم عن اداره المعركه وليس استمراريه المعركه، هو مع اسرائيل. وايضا في الهدنه كان يمكن لامريكا، امريكا الطرف الوحيد القادر على الضغط لاسرائيل، لماذا؟ لانها التي تمول اسرائيل، تمول الحمله العسكريه وتدعمها سياسيا وتحميها قانونيا في مجلس الامن الدولي. والموقف الامريكي ايضا يقع خطا استراتيجي، لان نتكلم عن تطورات في المنطقه، هناك استهداف في امن البحر الاحمر، هناك يعني احتمالات توسع الحرب، وبالتالي هذه السياسه الاسرائيليه العدوانيه والحيز الامريكي هو بيقود المنطقه الى الاشتعال، يعني بيعطي الفرصه لاطراف وتنظيمات لاستغلال هذا الصراع وهذه المشاهد الدمويه لتحقيق افعال، وبالتالي ليس في مصلحه امريكا ولا في مصلحه اي طرف ان يتم هذا الاشعال. وبالتالي المنطق الامور يقول كما قالت الرؤيه المصريه ببساطه، يعني معضله واضحه على المستوى السياسي، لابد من حل هذا الصراع، طالما هذا الصراع موجود الشرق الاوسط لن ينعم بالاستقرار. النقطه الثانيه، القيادة المصرية أوضحت على الجانب السياسي رفض التهجير القسري، لأن التهجير القسري يعني تصفية القضية الفلسطينية، ولذلك وضعته كخط أحمر، وهناك الآن توافق أوروبي وتوافق دولي مع الرؤية المصرية فيما يتعلق بهذا الأمر. لا، ويعني الحقيقة يا فندم كمان فكرة الموضوع ليه أبعاد كثيرة، يعني حتى فكرة إن هجر الفلسطينيين أو لو خرجوا من أراضيهم، يعني مش هتبقى بس لمصر، هي الفكرة ان هم هيبقى في لاجئين في كل الدول الأوروبية، واحنا شايفين اصلا ان هم بيعانوا يعني بالفعل من ايه، وهم يعني عندهم مشاكل داخلية بسبب فكرة وجود لاجئين كما يطلقوا يعني عندهم. بس سؤال حضرتك، يعني ممكن ناس كتير عندها علامات استفهام على فكرة انهيار الهدنة، لماذا انهارت الهدنة؟ الأسباب الحقيقية لانهيار هذه الهدنة، الأسباب اللي تحدثت عنها إسرائيل، فكرة المجندات وخروج المجندات وفكرة أيضا أنه خروج مطالبة بخروج أب الموجود لدى المقاومة الفلسطينية، وبالتالي هذا يعني لا يتوافق أصلا مع شروط الهدنة وشروط إطلاق إن كان سراح الرهائن أو حتى المحتجزين. فأسباب انهيار الهدنة يعني في الواقع الهدنة انهارت لعدة أسباب، من هذا السبب فكرة أن يعني إسرائيل تشترط أن تسلم حماس 10 رهائن إسرائيليين كل يوم لتمديد الهدنة اليوم. كان هناك مشكلات لوجستية متعلقة بالأسرى والرهائن، ليس كلهم لدى حماس، كان هناك العدد يعني إسرائيل حماس أرادت أن تكمل العدد بجسامين يعني العسكريين الإسرائيليين الذين تم قصفهم في هذا الحرب بالقصف الإسرائيلي، ورفضت إسرائيل، يعني كان هناك تقديم، كانت تريد تقديم قائمة بأسماء 10 على الأقل لتمديد الهدنة يوم، لأن إسرائيل هي رادت هذه الهدنة لأسباب مصلحية ولكنها اضطرت لقبولها. وبالتالي لكن المشكلة أن هناك جانب متطرف، الجانب الحقيقي هو أن الجانب الإسرائيلي الهدنة ستمثل يعني كما يقول ستضره من ناحية سياسية وناحية عسكرية، يريد استمرار حالة الاستنفار، حل العسكري، يريد فكرة الاعتماد على فكرة القوة. إسرائيل الآن في مشاكل، هناك انقسامات داخلية، هناك الآن اتهامات متبادلة ما بين رئيس الوزراء وفشل السياسي، هناك الآن يعني مراجعات لما حدث في 7 أكتوبر والاعتراف بالفشل، وبالتالي في ظل هذا استمرار حالة الاستنفار العسكري والضرب العسكري والرهان على هذا الخيار سيجعل الجبهة الإسرائيلية على الأقل يعني متناحية الخلافات جانبا، وبالتالي هذا أحد الأسباب. الأمر الثاني هو الجانب المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، مجلس الحرب، هناك رئيس الأركان ورئيس وزير الدفاع جالانت، وهم كانوا فكرة أن المفاوضات الهدنة ستعطي فرصة لحماس، وبالتالي لابد كما قال الاستمرار بالمفاوضات تحت القوة، وبالتالي هو يريد تحقيق إعادة بشكل أشد فتكا وأكثر عنفا للضغط على الجانب الإسرائيلي. الأمر الثالث، كان هناك شرط أن حماس فيما يتعلق بالمدنيين الإسرائيليين الرهائن النساء والأطفال، يعني هي معادلة 1 إلى 3 فلسطينيين من النساء والأطفال، لكن المتعلقة بالمجندات إسرائيل تقول هؤلاء نساء لابد اطلاق سراحهم، اسرائيل حماس تقول انهم مجندات في الجيش الاسرائيلي، وبالتالي حماس ارادت ان يكون التبادل الاسرى في معادله مختلفه،
فكره تبييض السجون الاسرائيليه يعني مقابل اطلاق كل هؤلاء الاكثر من 120 من الجنود الاسرائيليين وضباط يتم مقابل تبييض السجون، رفضت طبعا اسرائيل هذا الامر وبالتالي عادت الى القوه. لكن انا في اعتقادي العامل الاساسي في رهان في انهيار الهدنه هو الموقف الامريكي. لماذا؟ لان في قبل الهدنه جاء الوزير بلينكن حضر مجلس الحرب الاسرائيلي اعطى الضوء الاخضر وقال فقط كل ما طلبه ب يعني عدم تكرار او تجنب ما حدث في شمال غزه في الجنوب وحمايه المدنيين، يعني فكره هو وافق واعطى الضوء على استئناف الهدنه، لان امريكا لو كانت تريد ان تضغط على اسرائيل لقبول الهدنه واستمرارها لكانت فعلت هذا، وبالتالي هو هذا جزء من الاشكاليه الموقف الامريكي الضبابي المتناقض الازدواجيه في المواقف في التصريحات، وبالتالي اسرائيل الان تراهن حل العسكري. طب هو السؤال هل ستنجح اسرائيل في تحرير الرهائن الجنود العسكريين؟ انا في اعتقادي ستكون مشكله، وبالتالي الجانب الاسرائيلي الداخلي سيشكل ضغط، لانه اذا كنت قادر على يعني تحريرين من خلال الهدن والدبلوماسيه صحيح. والحوار، لماذا تلجا الجانب العسكري الذي ثبت فشل؟ وبالتالي هذا سيشكل اشكاليه كبيره لهذه الحكومه، وبالتالي كلما استمر الوقت ولم تحقق كلما كان اسرائيل بتخسر سياسيا وعسكريا. حديثنا مستمر مع حضرتك يا فندم، لكن هنروح لزميلنا كريم بيبرس مراسل صباح الخير يا مصر، موجود معانا من مطار العريش، واللي نعرف منه اخر مستجدات الاوضاع هناك واستقبال ايضا المساعدات الانسانيه المرسله لاهالينا في قطاع غزه. كريم صباح الخير عليك. صباح الخير، وصباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر. فعلا انا قدام مطار العريش الدولي، وخليني اقول لكم تحديدا هنا امام بوابه المطار في عدد كبير جدا من الشاحنات المحمله بالفعل بالمساعدات المختلفه من مستلزمات طبيه، من مواد غذائيه، من يعني حاجات معيشيه خاصه بمجابهه فصل الشتاء سيتم تقديمها للاشقاء في فلسطين. بنتكلم عن هنا من امام مطار العريش الدولي وصول اكثر من 120 طياره منذ بدايه الحرب على قطاع غزه، واستقبال مطار العريش الدولي من 29 دوله مختلفة للمساعدات وكمان 14 منظمة. الحقيقة كل دي مساعدات كانت بتوصل لمطار العريش الدولي وبيتم نقلها عن طريق الهلال الأحمر المصري، يتم تخزينها في المخازن وتحرك بعد كده المعبر رفح المصري عشان تدخل للناحية الثانية الأشقاء في فلسطين. يمكن الشاحنات دي هنا بتصطف يوميا بالعشرات وقد تصل في بعض الأحيان للمئات، مصطفة على يعني يمين وشمال الطريق. الحقيقة مش بس كده إن هي بتيجي من المحافظات المختلفة، ولكن كمان اللي بيتم تحملها من داخل مطار العريش الدولي عن طريق الطيارات. كمان النهارده المفروض ان احنا يعني بصدد خلال يعني الدقائق القادمه بانتظار طيارتين من ايطاليا، الطيارتين دول هيكون محملين بمستلزمات طبيه ومعدات ايضا خاصه بالاستخدامات للمستشفى الميداني، عشان هيتم فحص اذا امكانيه يعني اقامه مستشفى ميداني بالفعل في قطاع غزه. ده بالتزامن كمان مع وصول سفينة أو باخرة لميناء العريش الدولي، ده برضو علشان دي برضو جاية من إيطاليا. الحقيقة برضو هيكون فيها جزء من المستلزمات الطبية اللي هيتم تقديمها للأشقاء في فلسطين. ولكن كمان النهاردة من أهم يعني الحاجات اللي هتحصل يعني في تقريبا ما بين 11 والساعة 12 هيكون في استقبال كمان لمديرة هيئة المعونة الأمريكية USAID سامانثا باور، هتكون موجودة وفد مرافق ليها عشان تتفقد المعونات المختلفة والمساعدات اللي هتكون موجودة في مطار العريش، وبعد كده هتتحرك على معبر رفح وهيكون في مؤتمر صحفي هتكلم فيه عن حجم المساعدات بشكل عام وكمان المجهودات المختلفة اللي بتقوم بيها معظم دول العالم وتحديدا الهيئة لإيصال المساعدات المختلفة وعن طريق الأنرة للأشقاء في فلسطين. في انتظار طبعا أكيد وصول مدير هيئة المعونات الأمريكية وكمان الطيارتين الإيطالية، لكن ده كمان ما يمنعش انه ما زال امام معبر رفح المصري عدد كبير جدا من الشاحنات بيتوافد عشان الدخول. امبارح دخل 50 شاحنه من المساعدات، دخلوا الحقيقه لمعبر رفح المصري، وصلوا ل الناحيه الاخرى لتفتيشها من قوات الاحتلال. كان في بالفعل شاحنات متكدسه هناك، قوات الاحتلال دايما بتعرقل دخول هذه الشاحنات، فالمفترض حسب الشاحنات اللي كانت موجوده هناك والشاحنات اللي دخلت امبارح اكثر من 70 شاحنه دخلوا امبارح لقطاع غزه، ولكن لسه لم
يتم الإعلان إذا كان راحوا الجنوب أو الشمال أو الأماكن اللي هيتم توزيعهم فيها. كمان امبارح خرج الحقيقة 26 مصاب من الأشقاء في فلسطين وتم عشان يتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية المختلفة، وخروج كمان أكثر من 600 من مزدوج الجنسية عبر بوابة معبر رفح المصرية. ده ما زال الحقيقة لسه مستمر لحد صباح اليوم، وكمان الشاحنات منتظرة دورها عشان تدخل، وسيارات الإسعاف كمان واقفة قدام معبر رفح المصري. لكن الصورة الحقيقة اللي ورايا دلوقتي هي بتتكلم عن استمرار دايما وجود المساعدات المختلفة وتحديدا المصرية اللي بتم تصطف هنا أمام مطار العريش عشان تجتمع مع كمان المساعدات اللي بتيجي من المطار من الطيارات ويتحركوا مع بعض على معبر رفح المصري. والآن عودة ليكم مرة ثانية. شكرا ليك كريم بيبرس مراسل صباح الخير يا مصر من مطار العريش. ويمكن كريم يتكلم عن عالمية الأزمة، إيطاليا وأمريكا وخلافه. أنا سؤالي النهاردة بيتكلم عن انقسام العالم حوالين أزمة قطاع غزة. الغرب يؤيد بشدة الجانب الإسرائيلي، والشرق يؤيد بشدة الجانب الفلسطيني. ما كناش بنشوف ده يا دكتور أحمد، ما كناش بنشوف أن يعني بكين مثلا دعت المجتمع الدولي لوقف شامل لإطلاق النار في غزة، كوريا الشمالية تحدثت عن قطاع غزة، روسيا تقف بجوار الفلسطينيين. لأي مدى يمكن أن يؤثر هذا المشهد على تصعيد الأمور أيضا ما بين معسكر الشرق ومعسكر الغرب؟ طبعا احنا بنعيش حاله استقطاب في النظام الدولي غير مسبوقه ما بين معسكرين، معسكر غرب تقوده امريكا ومعسكر يعني في الناحيه الاخرى من ناحيه روسيا والصين. وهذا الاستقطاب طبعا انعكس على الازمات العالميه زي الازمه الاوكرانيه، زي ما شفنا في ازمات حتى في افريقيا، وايضا منها الازمه في قطاع الحرب في قطاع غزه. لكن دعنا نقول صراحه نفكك الموقف الغرب. موقف الغرب بدايه سواء رسمي او شعبي بعد 7 من اكتوبر كان متضامن بشكل كامل مع الجانب الاسرائيلي، يعني قدم له روايات يعني غير حقيقيه ان هناك ارهاب دواعش يقطعون رؤوس الاطفال ويغتصبون النساء وهكذا، وبالتالي تبني دفاع كامل في دعم اسرائيل، وهذا ما اعطاه الضوء الاخضر للمضي قدما في هذه سياسه التدمير الكامل والحصار التام ويعني الحرق، سياسه الحرق الارض المحروق. لكن حقيقه الجانب المصري هنا والجانب العربي ده يعني قبل الاتحاد، مصر منذ قمه القرار للسلام استطاعت ان تسير في امرين. الاول ان تغير الصوره الغربيه ان ما يحدث في غزه ليس دفاعا عن النفس وانما جريمه عقاب جماعي وان هو تاكل القانون الدولي الانساني، لعب الدور في هذا. وبالتالي بدانا وأدى الاعلام المصري نقل الصوره الحقيقيه في ظل تعامل الاعلام الغرب، وبالتالي بدات الموقف الغربي يتغير تدريجيا. الموقف الشعبي تغير، راينا المظاهرات العارمه في كل انحاء العالم بما فيها لندن، باريس، واشنطن، ميدان الحريه وغيرها. المواقف الرسميه بدات تتراجع عن دعمها لاسرائيل، بدأت إن كانت التغير فقط في الجانب الإنساني تتحدث عن حماية المدنيين، إدخال المساعدات الإنسانية، لكنها لم تترجم ضغوط حقيقية على الجانب الإسرائيلي لوقف عدواني على الشعب الفلسطيني. ما زالت المواقف الرسمية الغربية متضامنة. الأمر الثاني، الأمر الثاني، الدبلوماسية المصرية تحركت ما يسمى بناء تيار الاعتدال، يعني تيار الذي يوازن هذا التيار الغربي المندفع لإسرائيل، يعني القمة العربية الإسلامية ومخرجاتها، قمة القرار للسلام، هذا التيار الدولي مثل الدول العربية والدول النامية ومعظم دول العالم حقيقة، وطبعا إضافة للصين وروسيا التي اتخذت مواقف متوازنة ومنحازة مع القضية الفلسطينية. رأينا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي وقف إطلاق نار بموافقة 120 دولة، وبالتالي هنا بدأ نوع من الخلخلة في الموقف الغربي، الموقف الرسمي. من جاءوا من الغرب إلى مصر وكانت القاهرة مركز يعني القرار، وجاء الرئيس ماكرون والمستشار الألماني ورئيس الوزراء البريطاني، كانت الصورة المصرية واضحة بأن على 3 مسارات: المسار الإنساني أن هناك معاناة يجب إدخال المساعدات الإنسانية في ظل تعنت إسرائيلي، المسار السياسي تأكيد على رفض خط التهجير القسري خط أحمر أنه يصف القضية الفلسطينية، وارتباطا بالعمل بالفعل على حل الدولتين باعتبار هذا الحل الشامل للقضية الفلسطينية. إضافة طبعا المسار الأمني هو عدم توسع الصراع في المنطقة، ولذلك تحركت الدبلوماسية المصرية على هذه المسارات مع الجانب الغرب واشتبكت معه وغيرت مقاييسنا المواقف، ومع الآخر بناء طيار مسمى جبهة معتدلة عربية عالمية دولية لموازنة هذا التيار الغرب. ولذلك بدأت الموقف تتغير لأن السياسة الأمريكية المنحازة بشكل أعمى لإسرائيل والموقف الغربية بدأت تكلف هلاء استراتيجيا، لأن هذا بيعطي فرصة أيضا للخصوم روسيا والصين، الشرق الدول العربية والمنطقة تتجه شرقا أكثر بالزبط. وبالتالي بدأت التوازنات في النظام الدولي بالزبط. لكن تظل الإشكالية حتى الآن هو الموقف الأمريكي، هناك اعتبارات انتخابية، يعني في خسارة للمعسكر الغربي من يعني المواقف الرسمية العربية من هذا الأمر واتجاهها نحو معسكر الشرق بشكل أكبر.
بالطبع خساره، اولا خساره سياسيه وخساره اخلاقيه. صحيح. لماذا؟ لان الجانب الاوروبي هناك ازمه الان في الضمير الاوروبي، يعني صحيح. اوروبا يعني حامله شعلة التنوير والقيم الانسانيه وحقوق الانسان، كل هذا طبعا هناك ازمه ما بين تعقيدهم لاسرائيل وصمتهم عن المجازر اللي يوميها الشعب الفلسطيني. اين هو النخبه والضمير الاوروبي الذي كان يرفع شعارات حقوق الانسان والحريه؟ وبالتالي هذه ازمه اخلاقيه، ولذلك بدانا نجد مظاهرات ضخمه، النخبه في الغرب المفكرين بدأوا ينقلبوا على هذا الامر، السياسيين يحكمون مع اعتبارات المؤامات. صحيح. هناك ارضاء للوبي اليهودي، هناك اعتبارات الجانب الامريكي، هناك اعتبارات، لكن انا في اعتقادي بشكل عام الجانب الامريكي سيخسر استراتيجيا من اوراق هذه السياسه الاسرائيليه. اولا الرئيس بايدن ربما سيؤثر سلبا عليه هذه الانحياز لاسرائيل في الانتخابات الرئاسيه، راينا انخفاض شعبياته، راينا هناك معارضه، هناك 3.5 مليون مسلم قالوا لا سنفض ايدينا عن بايدن في ولايات مهمه زي ميتشيغان، وبالتالي قد تؤثر سلبا. الاهم ايضا استراتيجيا امريكا ربما مصالحها ستتضرر في المنطقه، علاقتها بدول المنطقه ستتضرر، لان امريكا مصلحتها الاستقرار وتهدئه هذا الصراع، لكن الانحياز واستمرار الصراع سيضر المصالح الامريكيه، سيعطي فرصه ايضا للقوى الكبرى ايضا المتنافسه في الشرق الاوسط. الجانب الاوروبي مشكله الجانب الاوروبي انه لا حول له ولا قوه، يعني هو فقط في الجانب الانساني لا يملك قرار ولا ضغط على الجانب الاسرائيلي، وهو يسير في يعني في الركب الامريكي، كل فقط اللي حصل هو تجميل الصوره وتلطيفها. صحيح. من خلال الجانب الانساني والحديث عن المدنيين، لكن في كلا الاحوال. صحيح. اسرائيل والغرب وامريكا ستكون خاسره استراتيجيا اخلاقيا اعلاميا على كل المستويات من هذه الحرب، حتى وان يعني قادت يعني على جثث الشهداء الفلسطينيين من النساء والاطفال. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور احمد سيد احمد خبير العلاقات الدوليه، بنشكرك يا فندم. شكرا شكرا جزيلا.